بطانة الرحم المهاجرة وعلاجها. بطانة الرحم المهاجرة بتنقسم لتقسيمات كتير: درجة بسيطة، درجة متوسطة، درجة شديدة. الدرجة البسيطة بيكون غالبا علاجها علاج تحفظي أو علاج هرموني أو دوائي. الدرجة المتوسطة لو مش عاملة تأثير على الحملة والإنجاب ومش عاملة تأثير من آلام أو خلافه، غالبا بتاخد نفس العلاج بتاع الدرجة البسيطة. أما الدرجة الشديدة اللي عاملة تأثير على المبايض أو عاملة التصاقات في الحوض أو المؤثرة على الإنجاب، غالبا بتحتاج تدخل جراحي، وغالبا التدخلات الجراحية في بطانة الرحم المهاجرة تبقى علاج بالمنظار البطني الجراحي، من الاستئصال الأكياس وفك الالتصاقات اللي بيحسن فرصنا في حدوث حمل وبيقلل الألام. والكلام ده بنحدده ازاي؟ بعد مراجعة تفاصيل الحالة ومعرفة وسيلة العلاج المناسبة وأحسن طريقة تقدلنا الغرض اللي احنا عايزينه. وهنجاوب على بقية أسئلتكم بخصوص الرحم المهاجر في الحلقات الجاية.